كل كروتك وأكثر. codynow.com. جميل لما ألعب لعبة ما كانت على البال، والأجمل لما تكون في فئة من الألعاب نادر ما عيش جوها. Indivisible من الألعاب اللي بالعادة أسمع عنها وما ألعبها، لكن اليوم أشوف نفسي محظوظ أني لعبتها وحللت كل منطقة وكل سر من أسرارها قبل أحط لكم هذه المراجعة. ما حصلت كل إنجازاتها وفتحت كل أسرارها عشان هالمراجعة، كثر ما هو فضول أني أجرب ألعب اللعبة بكل الشخصيات وأذل كل زعيم سري وغير سري فيها. والحين ببدي أشرح لكم ليش حبيت هذه اللعبة وشنو الشغلات اللي ما حبيتها في عالم انديفيزبل. اللعبة بدأت بقصة مكررة لكنها غامضة وتثير الفضول نوعا ما، لكن أول شيء لاحظته وقلل اهتمامي بهالجانب من اللعبة هو الحوار، طريقة تفاعل الشخصيات مع الأحداث، على وجه الخصوص بطلتنا أجنا. أجنا، You're late. لو استثنيت شخصية رازمي اللي أشوفهم أبدعوا جدا في كل شيء يخصها. That's gross. My name is Rosmi, and my tiger friend here is Bomb. He used to have bones, but now he doesn't. I keep his soul in my lantern, and he makes things crispy. تقريبا كل الشخصيات كان ينقصهم العمق والأداء، وهالشيء زاد كل ما ابتعدت أكثر باللعبة. القصة استمرت وتطور بشكل جميل. شدتني، لكن الحوارات كانت أكبر عائق للقصة. رسومات اللعبة خلابة، وتحس رسومات وصوتيات ذات طابع شرقي درجة كبيرة، ابتداء من شكل البطلة وانتهاء بأسماء الشخصيات. عوالم اللعبة رغم قلتهم إلا أنهم منوعين بشكل حلو وملائم على الحال. شيء حلو نشوف هذا المستوى من رسومات تصميم المراحل والصوتيات من استديو واحد مثل لاب زيرو، واللي ما شفنا لهم من قبل لعبة انديفيزبل إلا لعبة واحدة اللي هي سكال جيرز. الجيم بلاي هو السلاح الألتمت لهذه اللعبة، سيستم القتال متقن ومرتب بطريقة تخليك تستمتع بكل معركة تخوضها سواء زعيم ولا عدو صغير. الفكرة انك تخصص زر لكل شخصية من شخصياتك الأربع، فإذا ضغطت هذا الزر راح يهجم الشخصية، وطبعا عندك هجمات مختلفة. هجماتك راح تكون على حسب السهم اللي تضغطه مع الزر. أما العدو إذا هجم عليك راح يهجم على شخصية معينة أو عدة شخصيات، فلازم تصد عبر الضغط على الزر التابع للشخصية المعرضة للهجوم. كل ما صديت بوقت مثالي أكثر كل ما قل الضرر عليك، وإذا تصد صد مثالي ما راح تموت الشخصية. هالشي خلاني أستمتع بالدفاع مثل ما استمتعت بناء كومبو بهجماتي، لأن الشعور جميل لما تصد بشكل مثالي وتقلب الطاولة على العدو. في فكرة حبيتها من هالاستديو وأتمنى كل ألعاب الRPG تطبق شيء مشابه لها، وهي وجود نظام تدريب مشابه لألعاب الفايت في ألعاب الRPG. في Indivisible لما تصادف أحد الشخصيات بوحدة من المدن ينضم لك، تقدر تكلمه في أي وقت، راح يدخلك مكان تختار نوع العدو اللي تبي تقاتله بالتدريب ومنو الشخصيات اللي تبي تجربهم، وتقدر تختار سواء تبي قاتلك هذا العدو ولا يوقف، وإذا تبي عدادات السوبر تزيد بسرعة ولا لا، وحتى الهيت بوكس تقدر تخليه ظاهر عشان تعرف الهجمة اللي سويتها مرتفعة ولا منخفضة. وجود هذه الميزة باللعبة وايد سهلت علي فهم سيستمها، خلتني أعرف أي شخصية تتناغم مع أي شخصية، ومتى أستخدم الباف ومتى أهجم ومتى أدافع وكل شيء. طبعا اللعبة مليئة بالأسرار وكثير مناطق ما أقدر أوصل لها بكل مرحلة لأن ما عندي المهارة المناسبة، لكن مجرد ما أكتسب مهارة جديدة أتحمس وأرجع أستكشف كل الأماكن السابقة عشان أغوص بالأسرار والأماكن اللي ما وصلت لها من قبل.
دائما أقدر الألعاب اللي تكافئ فضولي وتغذي حماسي لاستكشاف كل مناطقها. طبعا كون الاستوديو واعد من الطبيعي اني اطيح باخطاء تقنية، خصوصا اني قاعد اشبر كل مرحلة واحاول اوصل لكل مكان المفروض ما اوصل له. كثير من وقتي ضاع لاني احاول اوصل لمنطقة او مكان واللعبة بدون سبب مقنع ما تخليني اوصل له. بالعادة في منطقة ايرون كينغدوم لما ارمي الزر بسهم يشتغل، لكن لما خلصت المرحلة ورديت لها وقف تفاعل الازرار معاي بدون سبب مقنع. ومع تقدمي بالقصة ولما رديت لنفس المكان رد التفاعل طبيعي. المشكلة الثانية هي التفاوت الغير منطقي بالصعوبة. مرات أمشي بمنطقة ما فيها أي عدو كبير أو صغير يشكل خطورة علي، لكن لسبب ما ألقى عدو صغير يقدر يهزم أي شخصية عندي بطقة واحدة. بمعنى أن لو كان العدو بالعادة ياخذ 800 من طاقتي بالهجمة، فهذا العدو ياخذ 23,000 طقة واحدة. وعلى نفس المنوال لاحظت في تفاوت كبير بين زعماء اللعبة، خصوصا بالنص الثاني منها. بالنسبة للبلاتينوم هانترز، هاللعبة سهل تاخذ فيها البلاتينوم. بعد 15 ساعة لعب ولما ختمته لقيت نفسي على بعد انجازين سهلين واخذ البلاتينوم. واحلى ما في الموضوع انه ماكو ولا انجاز مسبل، فتقدر تلعب على راحتك بدون لا تحاتي اي شيء يطوفك فيها. عمر اللعبة قصير، وهذا الشيء قد يكون سلبي للبعض، لكن خلاني اعطي كل مرحلة من اللعبة حقها، واستمتعت بكل المهارات اللي اكتسبتها من خلال التوغل بطور القصة. اللعبة عمرها 12 ساعة ويمكن اقل لو بتركز بس على القصة الرئيسية، وما اتوقع بتطوف 22 ساعة لو بتطلع كل شيء فيها. في النهاية ابي اقول ان الايجابيات بهاللعبة تغطي بكل سهولة على عيوبها، وان متعة البلاتفورمينج فيها والجيم بلاي راح يخليك بكل بساطة تعيش تجربة ممتعة، حتى لو كنت جديد على العاب المترويدفانيا والبلاتفورمينج. اما الايجابيات والسلبيات بذكرهم باختصار على شكل النقاط الحين مع التقييم. اتمنى تكون استفدت من مراجعتي، واذا احتجت اي شيء باللعبه ممكن تسالني بالتعليقات، وان شاء الله ما راح اقصر معك. وياكم اخوكم فيكتور من فريق صابا جيمينج، حياكم الله والى اللقاء.